معظم صناع المحتوى اللي بيطلعوا يطيروا على السوشيال ميديا بيقدموا محتوى مش محتوى اصلا، فاضي تماما، اي هري في اي هبد. لكن البرنس اللي معانا النهارده راجل بتاع محتوى بجد، مش محتوى تافه ولا محتوى فاضي ولا، مسمي نفسه الدكتور الانجليزي، وناس كتير اوريدي عارفه مين دكتور الانجليزي. معانا منور في الاستوديو اونكل محمد ايمن. حبيبي مساء تسلم العسل، يا مساء الانوار. سيبك لسه من اي حاجه لا انا خالص معاك. دلوقتي، احكي لي عن الشنب. معلش معلش، انا على طول طب كده انا هقول عشان لك، ايه انا بص نخلص من اقول الحاجه اللي والله عامله بجد. حاجز دي. طيب بص، اولا هو ما كانش بيطلع، تمام؟ هقول لك الوصفه بقى، شويه ميه بمبلوله. لا ده مش دي، ده وصفه تانية. انت تجيب بجد والله بهزر، قرفه اللي هي لونها بني دي وليمون، تمام؟ بعد بالظبط شهر هيطلع. قرفه وليمون والله بجد. وتحطهم على بعض، انا تخلطهم بقى على ليه بعض. ما قلتليش انت ما جربتش على دقنك؟ ما القرفه كمل. خلصت. المشكله ده جاي يدينا. ايوه. لا بجد لا والله هو حلو، ما كانش اهم حاجه ان بيطلع انت جاي اصلا. معايا ده سكه. محمد يلا بينا. مفوق، محمد مفوق خالص. قول لي بقى يا دكتور الانجليزي عسل، انت احكي لي بقى من الاول، انت هو يعني خريج ايه؟ انا خريج اداب انجليزي بتقدير مقبول 63 واحد من 10%. والله. انت بتكر كله ورا يعني بعض. على باب الله. لا بص، هي الحكايه بجد بدات ازاي. انا كنت الاول فعلا في الكليه جايب تقدير وحش قوي، وفي نفس الوقت طبعا انت عارف ان اي شغل في العالم كله محتاج ان انت تتكلم انجليزي، تمام؟ ما كنتش بادئ على السوشيال اصلا، فكل ما اروح اقدم على اي شركه طبعا مرحبا بكم، فانا مفكر ان انا ما فيش مني اتنين في الانجليزي. فجاه كده لقيت نفسي اترفضت حرفيا، وبقولها اكتر من 300 شركه، ده بجد مش هزار، تمام؟ حتى انا والله مش بحكر من شغلانه، شركه المياه والشرب والصرف الصحي حتى نفسها اترفضت فيها، كنا 25000 مقدمين، صفيت على 8 وانا الثامن، ما خدونيش برضه، يعني فاهم انت اللي هو ازاي؟ في ايه حاجه ده، انت غلط. عامل زي الراجل بتاع الصين ده بتاع جاك ايوه ما، فاكر انت. انت عامل زي جاك ما كده، اللي هو كل حاجه اترفضت فيها وبعد كده زي الي اكسبريس برضه نفس ما هو الحوار نفس برضه. الراجل، ما هو هو ده. جاك ايوه ما. ايوه ما هو ده. بس ده المجد جاي ده باذن لسه الله بقى ان يعني. شاء الله، لسه ان ده شاء لسه الله. الاحباط جاي. انا اصلا في الاول كنت علم علوم، حلو. وكنت جايب 91% في الثانويه العامه، وكنت نفسي ادخل كليه علوم، بس الحمد لله ربنا اشاء ان انا ادخل ادب، حلو. تمام؟ ففجاه طبعا في سنه اولى قلت الحمد لله لازم اشد حيلي وابقى دكتور في الجامعه، شلت منت، تمام؟ الحمد لله يعني، تمام؟ شلت قبعة. شلت قبعه. في سنه تانيه قلت لا، اهم من النجاح الحفاظ على النجاح، خدت ثالثه نفس الماده الحمد لله، يعني احنا كنا بنحب بعض انا وهي ده جت جامد. ماده ايه؟ مقال، اللي هو الباراجراف او الايسي بمعنى اصح، تمام؟ الايسي. فانا اتخرجت من الكليه، طبعا انا ما اعرفش اي حاجه، جيت اقدم في اي شركه ما فيش خالص، تمام؟ انت تشتغل ايه؟ بتعرف تعمل ايه؟ ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص، تمام؟ ولا اي حاجه نهائي. طبعا ما كنتش اعرف المدرع البسيط من المدرب البسيط، ده بجد مش هزار. طبعا قلت بقى لازم ايه، ابدا على نفسي، فسمعت ناس كتير جدا، طبعا الاستاذ العظيم احمد الشقيري سمعت له برنامج خواطر، قال كلمه واحده بس، كن ذا اثر، بس دي خدتها من جوايا، والحمد لله يعني الحمد لله دخلت مسابقه ان انا قرات فوق ال1000 كتاب طبعا بفضل من عند الله ثم الراجل ده. بعد كده بدات ان انا اقدم محتوى على النت، وبمناسبه شنبي ده بقى، اول ما قدمت محتوى على النت ما كانش بيطلع لي شنب، فالناس بدات تسيب المحتوى، بدا ينتقدوا شنب، يعني كان طبعا شنب بيطلع، فاكر انت الراجل اللي كان بيطلع على التيك اللي هو الاخضر ده. ايوه انا كان بيطلع من هنا بس، وفي النص ما فيش. اللي هو الشنب الاخضر ده ما فيش انت خالص. عندك كام سنه؟ انا 29. لا يبقى مش تبعهم. لا 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 كنت خلصت المرحله دي. لا لا عديت. انا مش عديت. فالمهم الناس بدات تسيب المحتوى، تتريق على، طب انت سايب المحتوى وتتريق على شنبي ليه؟ هو دايما الناس كده يعني. بس اقولها صريحه، اقولها صراحه، الاستاذ ايهاب قال حاجه عجبتني قوي، الناس كل الناس اللي بتتكلم انجليزي، ده بقى اللي انا حاولت ان انا اعمله، لازم اكون شخص مختلف تماما عن الناس كلها. انا عملت مقوله ومؤمن بيها جدا، الحمد لله انا صاحب المقوله دي، بي بايونير نوت نمبر 1، خليك رائد في مجالك ما تبقاش رقم واحد. انا قلت لازم اكون رائد في مجالي، ما ناس كتير جدا بتقدم انجليزي زي دكتور مجدي يعقوب، ناس كتير جدا بتبقى في جراحين قلب، بس مين البايونير؟ مش رقم واحد، خلي بالك. طبعا الاستوديو ده فيه رقم واحد، الاستوديو ده فيه رقم واحد، الاستوديو التاني فيه رقم واحد، طلعهم كلهم بره، مين بقى رقم واحد؟ مفيش. انما مين البايونير في مجاله؟ هو ده اللي انا اتكلمت فيه. فانا خدتها من هنا، قلت لازم اكون بايونير في مجالي. مجالي بقى اللي هو ايه؟ اثبت للناس ان الانجليزي مش نطق بس، وفعلا اثبتت بدليل الحمد لله. والنبي. والحمد لله اثبت. عشان لو جت على انا جاي في النطق. الكلام، انا الحمد لله وقفت على منصه تيد اكس 3 مرات عشان عندي توك حلوه جدا، واثبتت للناس بالدليل ان ما ان الانجليزي مش نطق، وفي الحمد لله ما وقفتش، واخدت دراسات عليا ماجستير ودكتوراه فخريه، واشتغلت في جامعه خاصه.